من الأناشيد القديمة اللي أنشدها أبو عبد الملك وهاني مقبل أظنها للشاعر محمد المكرن، يقول فيها: على ماذا التناحر والضغينة؟ وفيما الحقد يفقدون سكينة؟ على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة؟ أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينه؟ أيهجره لأجل حطام دنيا؟ أيهجره على نتف اللعينة؟ ألا أين التسامح والتصافي؟ وأين عراء أخوتنا المتينة؟ بنينا بالمحبة ما بنينا، وما باع امرؤ بالهجر دينه. تآلفنا القلوب وإن قدرنا على الباغي أبينا أن نهينه. ألان محمد بالعفو قلبا فجاءته الجبابر مستكينة. حتى أناشيد زمان كانت كلماتها تحمل طابع إسلامي، معاني إسلامية، ما هو يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم وش جرى مني سيف الهم ترى هسل، لا لا، كانت الكلمات ذات معاني إسلامية. وفي هذا المقام خليني أقول لك قصة مسعود الهمذاني أحد السلف. كان من خيار الناس، وكان كثير العفو، وكان كثيرا ما يردد عبارة الماضي لا يذكر. فلما توفاه الله عز وجل رؤية في المنام، فقيل له: يا مسعود، ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه ثم قال لي: يا مسعود، الماضي لا يذكر، انطلقوا به إلى الجنة. تخيل أن يغفر الله عز وجل له مقابل عفوه عن الناس وإقالة عثراتهم. فإقالة العثرات والعفو من شيم الكرام وصفة إسلامية نحتاجها في حياتنا حتى تستمر المحبة وتستمر العلاقات وتستمر الصحبة إلى أن نلقى الله عز وجل. فلذلك احرص على الخلق الإسلامي الرفيع، ولا تستمع إلى الأقوال والعبارات الشاذة التي تدعو إلى الأنانية ولا مغلفة بعزة النفس والكرامة وأن الإنسان عليه بنفسه. هذه أشياء بعيدة كل البعد عن معاني التسامح والتصافي وإقالة العثرات حتى تستمر المودة والمحبة بين الناس. يقول الشاعر: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف فضله وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني إن قال صنت عن مقالته نفسي وإلا ملائم، وأما الذي مثلي إن زل أو هفى تفضلت، إن الفضل للحر حاكم. أو كما يقول الشافعي: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. في آخر الأبيات تقول: الناس داء ودواء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع المودات. إذا اعتزلت الناس انقطعت المودات والعلاقات، وهذا شيء ما يحبه الإنسان.